وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا ربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحرية. أهلا بك يا دكتور منتصر. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. إذا أكثر من 20 دولة تنضم لحارس الازدهار بقيادة أمريكية لحماية البحر الأحمر وباب المندب من هجمات الحوثيين، كيف ترى هذا التحالف وما هي أبرز نتائجه المتوقعة؟ طبعا النتائج نمرة واحد، النتائج بتاعتها هتكون نتائج كارثية على العالم كله. يعني مش هيحل المشكلة، المشاكل اللي كده لازم تتحل بالطرق الدبلوماسية والتفاوضات، لأن نمرة واحد طالما في تواجد بالحجم الضخم جدا كده، شركات التأمين العالمية واللي هي إعادة التأمين وقفت كل بوليس التأمين على السفن، البوليس العادية اللي هي بيسموها هل ومنشاري أو أجسام السفن، وشغل بوليس اسمها بوليس الحرب الإضافية اللي هي الورسك انشورنس. الورسك انشورنس دي إذا كانت المركب بتدفع، الموير بيدفع لمركب حوالي مثلا 2.5 مليون دولار في السنة، النهارده هيدفع عشان يعدي الحته دي اللي هي 18 ساعه، هيدفع حوالي على الاقل مليون لمليون ونص على اي سفينه بتعدي. فبالتالي ده موقف كارثي، يعني امريكا ما بتحلش المشكله. يعني النهارده والحوثيين اصلا هيضربوهم، بس الحوثيين بيضربوا في كل حته لان دول عايشين في جبال وعايشين في خوف وعايشين في كذا. الحل يعني هو في ايد اسرائيل، هي لو فتحت الحوثيين لهم مطلب، فتح الحصار عن غزه وادخال الامدادات الغذائيه والمياه والمتطلبات المعيشيه. فبالتالي الموضوع مش هيتحل بالقوه، استحاله انه هيتحل بالقوه، هتتازم تماما وهيوقف يعني سلسله الامداد العالميه اللي هي موجوده، او التشين كارجو ذا فيسل دي هتدمر اوروبا كلها، لان اوروبا معتمده في كل الكومبوننت والصناعات بتاعتها على ما تستورده من منطقه شرق اسيا، وخاصة احنا في الفترة دي احنا داخلين على سيزون الصيف، فبالتالي كل المصانع منتظرة المنتجات تجي لها من شرق اسيا. فكده النهارده يعني بالنسبة لقناة السويس ما تأثرتش. انا اقول لحضرتك حتى المعدلات اللي انا بتجيلي لغاية امبارح كان 76 سفينة بتعدي من قناة السويس، ده المعدل يعني هو المعدل الطبيعي بتاع السفن على الطوارئ العام، من 65 سفينة ل 75 سفينة. امبارح 76 سفينه، ما فيش تاثير يعني انا اقصد، لكن التصرف اللي هو يعني اللي احنا بنسميه التصرف بالقوه وبالعنف ده مش هيفيد مع الجماعات المسلحه زي حماس وزي الحوثيين وزي دول، مش هيفيد. دي محتاجه وقفه بالدبلوماسيه وبالتفاوض وده 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 وده، ونحل الامور بشكل هادي بعيد عن يعني دكتور منتصر، من وجهه نظر حضرتك هذا التحالف لحمايه الملاحه البحريه التجاريه فقط ام لحمايه اسرائيل والسفن الاسرائيليه، ام هناك سبب اخر؟ بص حضرتك لازم نعرف حاجه، احنا عارفين ان اسرائيل دي هي بنت امريكا، دي البيبي بتاع امريكا. دي من النهايه كده، فدي بتحمي اسرائيل. بس المشكله ان الناس دي مش يعني سهل قوي ان هم هيضربوا من اي حته، بدليل ان هم بيضربوا على السواحل بتاعت الهند على بعد 250 ميل من منطقه باب المندب او بحر العرب او خليج عمان. هم بيضربوا في اي حته، فالتحالف ده مش هيجيب نتيجه، لان الناس دي بتضرب من جبال، مش من قواعد عسكريه ولا جيش نظامي. دي جماعات مسلحه. الناس حددت هدفها، قالت لك انا مش هخلي اسرائيل تستمتع بالتغذيه او بالامدادات طالما الفلسطينيين مش لاقيين ياكلوا. وفعلا ما تشوفي اللي احنا بنشوفه جاب للناس كلها اكتئاب، اللي بيحصل في غزه ده حرام. يعني ما يرضيش ربنا، وبعدين ده ضد كافه الاتفاقات الدوليه وكافه القوانين الدوليه وكافه القوانين الانسانيه وكافه القوانين اللي هي متنظم عليه الحروب، وان ما يستهدفش اي مدنيين. وقبل كده قلت النهارده لو الجماعه الحمساويين دول موجودين داخل اسرائيل في المدن الاسرائيليه نفسها وموجودين وبيحاربوا في اي بلد بيحصل فيها ارهاب بالشكل ده، هم بيسموا ماسك ارهاب، وده مش ارهاب، دي ناس بتدافع عن حقها. لكن لو هم كانوا موجودين جوه اسرائيل كانت اسرائيل هتهد المدن الاسرائيليه بالشكل ده وهتضرب المدنيين الاسرائيليين بالشكل ده، استحاله. طب ليه يعني المدنيين الفلسطينيين دول يعني ايه دول؟ دول مش بشر ولهم حقوق وحقوق دوليه، والمفروض ان هي امريكا احد حراس الحقوق الدوليه، حقوق الانسان والديمقراطيه. انا مش بصراحه مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. يعني دكتور منتصر، يعني تقييم حضرتك لماذا لا تعمل الولايات المتحده على تخفيف الصراع في قطاع غزه بدلا من احتماليه اشتعال الموقف في البحر الاحمر؟ والله دي انا في اعتقادي، انا بعيد عن السياسه، بس في اعتقادي ان هي حاجات سياسيه بالنسبه لبايدن وبالنسبه لنتنياهو. هو مش فارقه معاه البشر ولا فارقه معاه ما بيهمهم الكراسي. فاذا كان نتنياهو مش عايز يوقف الحرب ومنتظر تعليمات من امريكا،
وامريكا مش عايزه توقف الحرب عشان بايدن ما يفقدش اصوات التطرف المتطرفين اليهود اللي في امريكا. دي باختصار يعني، ده مش كلام، انا كلام اي حد يعني لو بيفهم واحد من عشره في السياسه هيقول الكلام ده، دي حقيقه يعني. يعني حماس عملت ايه؟ نعم حماس حاسه ان هي محاصره، يعني انت ناس محاصره، يعني حتى القواعد العسكريه قواعد القتال لما يقول لك حصري عدوك لازم تسيبي له ثغره يخرج منها عشان لو ما لقاش حاجه هيعملها هيفجر نفسه فيك. نعم يعني لازم الحصار ما يبقاش بنسبه 360 درجه حوالين المحاصر، لازم تسيبي له ثغره يقدر يهرب منها بتاع عشان ما يقولش انا خلاص طالما انا ميت ميت يبقى هموت اللي معايا. ده التصرف انا بعيد خالص عن قواعد الاشتباك حتى في الحروب العسكريه، انك انت تتركي ثغره للمحاصر، لكن انت محاصره من كل حته وبتضربيه بالاسلحه. طب هم عملوا ايه؟ ما هو الجيش موجود جوه غزه عمل ايه؟ هم هل مثلا يعني هنقول ان الجيش الاسرائيلي انتشر على سكان غزه وعلى اطفال غزه؟ عمال يضرب بالطيارات وبس. يعني ده مش حرام؟ طب وشعوب فاهمه كده؟ وشعوب العالم وفي امريكا وفي الكونجرس وفي انجلترا وفي اسبانيا وفي كل دول وفي المانيا وفي كل دول العالم بينهضوا الحكومات بتاعتهم. بس الصوت المسموع هو صوت امريكا وهي ما اعرفش انا التاثير ايه يعني، وهو بقى ربنا اللي هينصر الفلسطينيين وهيوقف المهزله دي. لان خلي بالك لو حصل اي ضرب من ناحيه امريكا في اتجاه الحوثيين، يعني احنا النهارده بقى لهم ثلاث ايام مكونين هذا التحالف. هل حضرتك لقيتي نتيجه؟ ما هو في النهارده لسه سفينه مضروبه، وامبارح سفينتين مضروبين، واول سفينه مضروبه على بعد 250 ميل من، يعني ما ضربتش، هي استعراض قوه. وبعدين دي هتوقف يعني سلاسل الامداد العالميه. دكتور منتصر، يعني اجابه بنعم ام لا، هل المنطقه على شفا الدخول في حرب شامله؟ بس ما حدش يقدر يقول لك اه ولا لا. نعم. دي حقيقه. يعني لكن المنظر العام بيقول اه. لكن يعني النهارده لو حصل اي خطا من ناحيه امريكا مع ايران الدنيا ولعت كلها، ومناطق البترول كلها ولعت. وبعدين النهارده الحوثيين لو هيتضربوا نعم دكتور منتصر، نتمنى في الحقيقة ألا يحدث ذلك. يا رب يا رب احنا كلنا أشكرك كده. أشكرك دكتور منتصر، شكرا جزيلا، ونعتذر عن ضيق الوقت. كان معي هاتفيا الخبير الدولي في مجال النقل البحرية، شكرا جزيلا.